الأخ اللي كتب ورقة بأن رمى الشيخ محمد حسان بالمبتدع، لا هذا كلام فاسد. الشيخ محمد حسان حقيقة من أهل الورع، ومهما يكن عنده من مواقف فهذا الرجل لا يريد بالفعل إلا الخير. وأنا رأيت موقفا، بس مش هقوله دلوقتي، رأيت موقفا بس هقوله في الوقت المناسب إن شاء الله، يدل على يعني إنصافه وورعه، ومش هقول أكتر من كده لأن عندي حاجات كتير جدا في هذا الباب. لكن هذا الرجل رؤيت له منامات فاضلة كثيرة، وبشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المنامات. ولست صوفيا، أنا لست صوفيا حتى تظن بي السوء، ولكن الرؤية الصالحة من الله عز وجل. هذا رجل صالح، وربما اجتهد في بعض المسائل مثله مثل غيره من البشر الذين تقع لهم المسائل المحررة وأخرى الواهية. وإذا كان له من زلة أو ما إلى ذلك فهو بشر يخطئ ويصيب، ولكنه في الجملة من أهل الإيمان ورأس من رؤوس الخير، فنسأل الله تعالى له السلامة.